برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية لكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير على كل مستمعينا الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح. دائما رفقه الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس استاذ الميمون مبارك دريبي. اهلا بك استاذ. مرحبا. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. شكرا. الله يبارك فيك استاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على وضعيه كيعيشوها بعض الامهات اللي كنلقاوها يعني في انشغال كبير في العمل ديالها، مهتمه به بافراط على حساب اسرتها والعنايه باطفالها وزوجها، مقابله غير العمل ونجاحاته وضغوطاته وزوجها واطفالها، يعني كيعانيو دائما انه الام ما متواجداش وكل التفاصيل ربما عايشينها اكثر مع الجده او مع المربيات الاطفال داخل البيت. فواش استاذ يعني المراه الطموحه المجده الناجحه يعني اللي كتكون محبه لعملها بشكل كبير خاصها تفكر قبل ما تزوج وتستقر وتنجب اطفال، يعني باش ما تظلم حتى شي واحد كيف تنقولوا، وكيفاش ممكن انه توضع لنفسها واحد التوازن يعني كل شيء بقدر. ونبغيو كذلك حتى نعرفوا استاذ يعني واش هذا الشيء ربما كيرجع للعلاقه، كاين شي مثلا مشاكل ما بين علاقتها بين الزوج ديالها او لا راجع للتكوين ديالها قبل كاع ما تزوج، يعني في المرحله اللي عاشتها مع الوالدين ديالها. واش ممكن نكون معك دابا لاله في الاستوديو وفي نفس الوقت ما كان اخر تنقضي شي حاجه اخرى؟ اش بان لك لسنا ممكن ولا ماشي ممكن؟ لا. ها هي ماشي ممكن من حيث شخصي، وممكن من حيث شخصي نوبالية. دابا حاليا اللي بغيت انا واحد دابا السياره ديالي تمشي دير فيزيت تكنيك، غادي نعيط لواحد من حبابي كنثيق فيه ويدير هذاك الشيء اللي قلت له، غتمشي سيارتي وغدير فيزيت تكنيك بحال اللي انا مشيت بها. من هذا الباب ها انا صبحت في مكان اخر بواحد كينوب عليا، واللي غينوب عليك يا اما واحد عطيه انت هاد الوظيفه كتخلصو يا اما حبيبك، وما كاينش اللي غيحبك اكثر من والديك وخوتك اولادك، طبيعة الحال زوجتك ولا زوجك، العائله ديالك المقربين اللي هما الخوت ولا الاصدقاء اللي كيحبوك هذيك المحبه الصادقه في الله. من هاد النموذج اللي كنشوفوه في الافلام ديال لي سوبر ايرو، هذاك البطل الخارق، تلقاو سوبرمان وسوبر وندر مومن انهم عندهم واحد السرعه فائقه، يقدر مثلا يمشي من الدار للخدمه وولدو تيبكي في الدار كيديروا الرضاعه ويرجع بسرعه. هذاك هو الصقع الفرادي، راه بلا ما شعروا في السينما وراونا الصقع الفرادي، خصو يولي تيطير بحال البرق ويولي منه ربعه ومنه خمسه وما يمكنش. يقول سيدنا رسول الله: اعينوا اولادكم على البر، من شاء استخرج العقوق من ولده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعينوا اولادكم على البر، عاونوا اولادكم يديروا فيكم الخير. من شاء استخرج العقوق من ولده، راه يقدر منكم انتم الوالدين واحد فيكم يرد واحد في ولادو معاه مسخوط، حيث هو الانسان الى عاملته معامله طيبه كتربي فيه الضمير، راه المعامله الطيبه هي اللي كتربي الضمير، والمعامله السيئه القبيحه هي اللي كتقتل الضمير، والضمير هو اللي كيرجع لك ولدك بعد ما تيغلط فيك ولدك ولا تيغلط في نفسه، كدوي معاه كتقول له رجع لله، تقل لها ولدي اش كدير ولدي اش كدير بنتي، مالك تغش في الامتحان، مالك باغي تنقل، مالك باغي تولي واحد الدري ماشي صالح، تقله شتي. لكن انت عاملتيه في صغره حتى كبر معامله طيبه، ضمير ديالو مربي حي، عاد حيد انت الضمير تاعو واش نقالو، كيولي الضمير هو تيأنبو ويجي عندك ويتيبكي ويطير له النعاس ويقول لك بابا، ولا يقول لك ماما اسمح لي انا غلط. وشتي لشتي ولدك قاسي القلب، قلبه ميت، يعني تشوف انت في واحد المرحله من حياتك ملي كان محتاج لك ما كنتيش حاضر. دابا شتي هنا لاله كيف ما يمكنش ليا نكون
في جوج اماكن في وقت واحد ويتقضى لي ثلاثه الاشغال واربعه كانني انا واقف عليهم. هذا مقام الملائكه، يقول الله في حقهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يمارون. الحبيب ديالك هو ما يعصاش لك امر صالح ويدير هذاك الشيء اللي طلبتي منه، ما ينقص عليه ما يزيد. فلا بغيتوا توصلوا لهذا المقام مع احبابكم مع ولادكم، خصكم تكونوا في العدل، تكونوا عادلين، تكونوش ظالمين. والعدل تيبدا بالوعي، علاش قادر، واللي قادر على الحاجه كنمشي ليها، واحد الحاجه ما قادرش عليها وراغب فيها كنصوم الرغبه ديالي، كندخلها للوجاء مقام الوجاء، وكنمشي للقدره ديالي ونرحم ضعفي. كاين المراه او الراجل اللي خدمته واكلاه 24 ساعه 24 ساعه، يا اما غتلقى واحد الشخص اللي قادر على هاد النوع من استعمال الزمان، قادر كتقول له شوف اسيدي انا خدمتيها كيفاش دايره كيفاش دايره كيفاش دايره، انت جيتي تخطف فيا وبنت لك في الصوره عجبتك وفي الاخلاق عجبتك، ولكن شوف الوظيفه ديالي وشوف خدمتي ها طبيعتها. اش قلتي؟ راه الا ولدت راه ما غيكونش عندي وقت الولاد، راه غادي نشوفوا مربيه ولا غنشوفوا ناس من العائله، يعني كنوضبوا، هذا كيتسمى كنوضبوا. الاخر تيعبر، هذا هو الصدق. المراه كتصدق مع الرجل والراجل كيصدق مع المراه، عاجباه ولاني ما قادرش اخويا. لا شريفه كنشكرك اللي صارحتيني، ولكن ما قادرش، انا باغي امراه بهذا الشكل بهذه المواصفات، ماشي نشد هذه ونفرض عليها ولا نتزوج هذه ونبدا نعذب فيها باش نجيبها هنا. ما كنظلموش، ولكن ما نقبلوش نظلموا او نجعلوا ضعاف اللي هما وليداتنا يتظلموا. هادشي كله شنو سببه؟ الوعي والصدق، وحتى انه يوافق حيت عاجبه باغيها، خاصها هي تلقى ما عندهاش الامكانيه الماديه باش يكون الامكانيات اللي غيكون فيها الوليدات مرحومين، وتقول له لا، توخى هو يوافق. راه كاين بعض الرجال تيكون ضعيف الرغبه شاده، راه يقول لها اياه لكل شيء، خاصها ولو انها تشوف وبغى تقول له حبس راك وافقتي حيت باغيني، ولاني راه ما عندناش الامكانيه. غادي يبدا يسر والله العظيم، والله لا خويا ما كاينش والله العظيم، كاينش والله العظيم. لان شنو ذنبهم هما؟ واحد الاب مؤخرا زارني، بنته عندها تقريبا هكاك واحد 5 سنين، ما تثبتش مع امها من الاثنين حتى للسبت، كدوز النهار في الروض، وبعد ما تخرج من الروض تمشي عند جدها وجدها. راجل شاب، زوجته امراه شابه، حتى للسبت في الليل عاد كتجي البنت للدار. في مدينة وحدة، في حومة وحدة، تولت البنت واحد العصبية وفي واحد السلوك اللي شدته في يديها تشير. فقال لي واش خصها شي طبيب نفساني؟ قلت له خصكم انتوما اللي يصرعكم، ماشي البنت اللي خصها طبيب نفساني، خصك انت ومرتك يشدوكم ويشبحوكم مع واحد جوج شجرات ويبداو عليكم بواحد العصافات، كاع هك بالك هك بالك، انت واحد 100 جلدة وهي واحد 100 جلده اللي تتعداو على الوليدات وتقدر تخرجوهم صديان وكتحمقوهم. قلت له راه انتم اللي خصكم يشبحكم، انتم خصكم اللي يشدكم ويبقى هاك بالك 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 واحد جلده الصليخ. قلت له ليك انتم مرتك تطيبوا مزيان، واش انتم قلت لهم واش واعيين بالوليدات ولا ما واعيينش؟ من الاثنين حتى السبت البنت كتبات عند جدها وجدها، ناس كبارين اللي مع السبعه ونص كيلواو، السبعة صافي طفاو، البنت راه باقا السبعة باغا فايقة باغا تلعب. شنو غتفهم هاد البنت؟ علاش ما وباها حاطينها في نفس المدينة في نفس الحومة عند جدة وجدة، تر السبت عاد كتجيبها امها ساعتين من ورا العشاء وتنعسها غير واحد شوية حداها وتحطها في فراشها. واش كتعني؟ واش كتعني انت الغزال ديال باها كتفرج في فيلم ديال الخليع كيتركب؟ واش كتعني؟ مرأة مريضة تمشي للدواء، ما قادراش ما تولدش،
ما قادرش ما تزوج، ولكن راه كلكم مسؤول وكلكم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. قلت له هاد البنت هادي يتيمه بلا والدين دابا، على واش هي ولدات لامها وباها؟ قالوا ليها امها وباها فك بنتي، انت غير باركه باركه في الدار، وحنا عندنا ما بغيناش نجيبوا شي كلب يونسنا، ما بغيناش نقدروا نربيو شي قطه تونسنا. عفا بنتي سيري شوفي شي ولد مزفت مبوكر ما كيفهمش، حملي منه بنتي وجيبي لنا الدريه وتجلي انت وياه. واش قالوا لها هاد الشيء؟ ياك انت اللي مشيتي تلاقيتيها، انت اللي مشيتي خطبتيها، واش انت قلت له واعي عندك مخ عندك دماغ عندك عقل ولا ما عندكش دماغ؟ ياك انت اللي مشيتي خطبتيها. ملي كنمشيو نخطبوا ما كنديروا الشروط، كتلقى السيده مثلا خدامه هنا ولا خدامه هنا، شحال الوقت عندك؟ لا لا ما عنديش الوقت. عمرك تشوف حاليا حاليا واحد الشاب يلاه تزوج بعد الزواج دابا ديالو العرس ديالو داز 3 شهور؟ ايوا تخيل سناء في هاد 3 شهور وتقول مره في هاد 3 شهور الا فطر له هو ومرته ولا تغدى ولا تعشى 3 شهور. كتفيق هي بكري كتخرج هو باقي متكي، كيفيق تيخرج كيفطر قهوه، كيبداو خدامين كيدخلوا للدار ما يتناشروش، كيتغداو في خدامي بجوج، في العشيه كتجي هي مع الشيه هو كيدخل مع ساندويتش، والسبت والحد كيديروا دي بروغرام كيخرجوا مع صحابهم لبرا. بعد 3 شهور الزواج ما غلاش كاسرونا في هاد الدار، تعمرش بالردة تاعي في هاد الدار، ما تسلقاتش سباغيتي في هاد الدار، ما قشرناش مطيشه في هاد الدار، ما عصرناش ليمونه في هاد الدار. دابا هادي دار، هادي هذا دورتوار، اذا هادو ضيعوا فلوسهم في الكوزينه. نهار اللي شراو ابارتما كانوا خصهم يريبوا الكوزينه ياك، وريبوا صالا مونجي. عندنا ما نديرو بصالا مونجي، اش غادي نديرو هذاك البيت ديال الماكله؟ ناكلو في الميدان، حيدوا الميدان، لوحوا المعن، حيدوا الكوزينه، نديرو كلشي ناموسيات. الصالون علاش نديرو الصالون؟ الصالون علاش نديرو سدادر باش يجيو الناس عندنا؟ ما كيجي حد. حيدوا الصالون، حيد الكوزينه، حلوح المعن، ونديرو ناموسيه في ناموسيه في ناموسيه، وبدا يدخل واحد يدير كود كومبوزي تحل بيت الناس يدخل الناس. اذا هاد العلاقه هادي مع الظلم عندنا احنا في المجتمع العربي، واحد العنف غادي وكيكبر، مجتمع غادي تيكبر في الشارع في الكره في الصطاد مضاربه في اي موضع كيكون فيه تجمهر، عنف المدرسه صبحت فيها العنف، تعليم كي فيه العنف، المستشفى كيدخل ناس مرض العنف. واش هاد العنف هذا كنسحابوه طاح علينا من السماء؟ واش هو واحد الوباء واحد المرض جا بحال الكوليرا داز من الهواء مرض عباد الله؟ هاد العنف حنا مسؤولين علو، والدين امهات واباء مسؤولين علو. ملي المرأة تبغي تولد كتفكر وتقدر، علاش حنا درنا الشعار 2017 وما قدر الله حق قدره؟ انا هذاك الاب وهذيك الام اللي قلت له خصك 100 شبحه، شنو واش انا بيا يتضرب؟ راه مضروب اصلا، حنا غرضنا غير نستفزوا الواحد باش يتزعزع يقول اش كيقول هذا؟ فين فالت ليا؟ حنا ماشي غرضنا في واحد معنف راسو نزيدو نعنفو، حنا غرضنا نزعزعوه باش نعززوه. بغيتي تعزز واحد تردو خويا خصك تزعزعو، هاي كنحركو العين مع الزين. اذا ولا غيولي مزنزن. هاد العنف اللي حنا عندنا في المجتمع العربي غادي كيكبر، منين جا؟ جا من واحد العدد ديال المسؤوليات، ما حميناش الناس من ظلمنا من اخطائنا. راجل ومرا كيتزوجوا الاولاد ما كيتسيبوش لعند والدي الجدات، كيتسيبوش عند الخدامات، كيتسيبوش في الروض. الولد ديالك وبنتك يقدر ياكل معاك غير الخبز والزيتون، يقدر يلبس غير لباس بسيط جدا، ولكن ما يقدرش يعيش بلا ما يبارك معاك بلا ما يشوفك. انا كنشوف في ذاتي والله الا بعد النوبات كنكون كنداعب ولدي الصغير، الا حتى تينعس يدي في يدو وناعس وما تطلقش لي من يدي، ناعس وليد ملي كنبغي نجر يدي ما كيبغيش يطلق، وراه ناعس كيشخر هاكا حلف وناعس شاد في اليد. اذا ملي تشوف ولدك اعز حاجه عنده هو ريحتك، هو الحضور ديالك. حنا الحمد لله كبرنا مع الامهات ديالنا، مع والدينا، مع جداتنا، مع جدودنا، مع عماتنا، مع عمامنا، حاطتنا واحد الحنان ولو كنا في الفقر في الحاجه، هذاك الحنان هو اللي صبرنا وقوانا. من بعد كتشوف واحد يتيم ربي بلا مو باه في واحد الخيريه ولو واكل وشارب كتلقى قلبه معصور. هذاك الاحتضان كيطبع فيك حياتك كامله فعلا، كيعمرك كيكبرك حنين.
كيكبرك رحيم، كتولي ترحم الناس، ترحم الطبيعه، ترحم العباد والبلاد. ولكن الى ما الى ما الى الى شتي امك تجري خدامه، شكون اللي قال لك هذاك المستوى هو في حاجله اللي كتقول ضروره الحاجه ضروره الحياه؟ شكون اللي دار السقف ديال ضروره الحياه؟ راه انتوما انتوما اللي شديتوا السلوح الحمر وطلعتوه 3 متر. علاش ما نديروش 83 سنتيمتر؟ علاش ضروره الحياه ما نديرها 60 سنتيمتر؟ علاش بالضروره خصني نمشي ناخذ واحد الشقه في واحد النوع فاخر ناخذها بسيطه؟ علاش ضروري واحد السياره ونتعلق ونخلص ليها الطريطه ناخذها دوزيام مان دوكازيون، نمشي نشريها ب 5 دلمين 6 دلمين كيتقولوا السلاوين راه ضيم؟ علاش نمشي انا نقرا في واحد المدرسه اللي تقام عليا بدم جوفي ونولي خصني انا نشري اللباس لولدي قد هذوك الدراري اللي تيقراو هذوك ولديهم اغنياء الله يكمل عليهم، وانا اش دخلني نتعلم معاهم؟ الى الانسان عاش على قد رواتيه هذاك المقام، القناعه، هذا الوعي، الوعي ان الانسان راه شبعان بالعدس ولا بالكافيار ولا بالصوم، راه شبعان اللي كنا راه بحال بحال اللي شبع بالعدس وراه مول العدس صحي له اكثر من الاخر. اذا دابا هذا الوعي، هاد القناعة، هاد الثبات عند اختيار مسؤولية. سيدنا علي تيقول لك من واجبات الفرد اللي كيتسالك ولدك حسن اختيار الأم وحسن اختيار الاسم. سميه كالفوط المكالفط الاسمية. طبيعة الحال أعطيكم أنا عام جاهز راه السمية راه كتعرفوا أنا بغيت نبدأ نسمي راه كل واحد غدا يندم. وتيمشي واحد واخد وحدة كنقول لك عينا ما نقول تزوج اللي صالح لك ماشي اللي عاجبك. ووحدة ما باغا ما حملت راسها هي بعدا نيت. هي لما مكيات ما تشوفش المرايه. وهذه اش غادي تزوج بها؟ تردها امها، هذه اش كدير انت؟ اش كتخربق؟ تربي وليدات. اش كدير انت؟ اش كدير؟ اسي وو. اللي غتربي راه باينه، كتبان لك حنينه في امها، حنينه في باها، حنينه في خوتها، مقناعه، درويشه، قاريه، خدامه، اللي بها ان التعب ديالها تجيبو لدارها وتستريح. وتتخيل كان عرف ناس عمروا ماكله خبز الدار. تخيل سد المخبزه اللي حدا يموت بالجوع. دار مالين دارهم والله ما يعرفوا عجنوا خبز. ما عمرو كلا في حياته خبز دار. حتى لا مشى عند امه ولا عند امه. اما لما ماتت امه ماتت جده وعنده خالته ميته وعماته ما كاينش. نحلف لك بالله كاين شي ناس ما عمرو في حياته ما كلا الكسكسو مفتول. دابا تعطى الله المفتول هذا باليد بحال هذاك ديال السميده ديال الخنش هذا الميكان اللي كنشريو. عرفتي شي بنا فيه كدايره؟ كنعرف ناس والله الا كنضيفوهم ويدقوا الكسكسو مفتول تيبان لك بنادم مسكين باغي يدي معاه القصعه على الدار تيقول لي استاذ تنقول نديك شويه دق الدين معاك الدواقه كيهبط بحال تخيل ما عمرو ما تياب الردتي بعقلو شحر بشويه وطبخ بشويه مع مولف فوق هذاك ديال القهوه فج ديك الماء سخون مليوح مشلل فوق واحد ربعه الحبات زرق تيشنشن بحال بحال اللي تقول ما عرفتش ندير فيه. استاذي الا سمحتي دابا شكون هي مثلا المراه اللي يعني كتسلك اللي كتلقاها مثلا ناجحه وطموحه في العمل ديالها وفي نفس الوقت كتلقاها يعني معتنيه بالاسره ديالها بالزوج يعني بالاطفال؟ شتي لالا الناس اللي عايشين المحبه، مرأة مثلا طبيبه ولا قاضيه ولا رئيسه محكمه ولا ربان طائره ولا ربان قطار ولا ربان باخره ولا عندها مسؤوليه كبيره عايشه هي ورجلها محبه كيحبوا بعضياتهم. شتي هادوك الناس اللي عايشين المحبه عندهم الصدق، اللي غاب فيهم واللي حضر فيهم تيقضي. فغياب واحد وحضور واحد كانهم حاضرين بجوج. شتي هادو ما غايبينش على حساب المحبه، غايبين يقضيو. فهي كتمشي تقضي هو حاضر، هو تيمشي يقضي وهي حاضر. بحال الطيور، طيور لينعش واحد فيهم تيبقى حاضي في العلس بحال جنحيه مضلل عليهم، والاخر مشى يصيد الحوت مشى يجيب الماء كيفزقوا جنحيهم ويفزقوا ريشهم وتيجي وتيلوح من حنجرته هذاك الشيء اللي صيد لوليداتو وتيرش بالجنحين ديالو الماء. الاخر تيديماري عاوتاني يمشي يقضي. شتي هذا التناوب والبركه المحبه كاينه. هذوك الطيور عارفين الغايب تيحب حاضر تيحب. تخيل ملي تتلاقى وحشيه بنت المغول مع المكلفط ولد المهيف. حاضرين بحال اللي غايبين، غايبين بحال من عادمين. اذا المعنى ديال البيت الاسري اللي هو المحبه غايب. اشنو تيعوضو؟ بالفلوس، شريت لك، جبت لك، هاك. تيكبر ولده تيقول له ما ندوز لك البكاريت تشري لي طوموبيل من نوع الفلاني.
كتكبر البنت كتقول له ولا ما قيتينيش في البلاصه في امريكا ولا في كندا ولا في اسبانيا ما نقراش لك. علاش؟ لانك انت جعلتي العلاقه تقطع ويولي فيها صيغه التعويض، كتعوضها كدير لها كومبونساسيون. وهو معمر المادي ما كيعوض العاطفي، ومعمر العاطفي ما كيعوض المعنوي، ومعمر المعنوي ما كيعوض الروحي. كل واحد خصو طعامه، الروح خصها طعامها، والمعنى خصو طعامه، والعاطفي خصو طعامه، والواقعي خصو طعامه. كل بلاصه عندها ديالها، ما كيمكنش هادي تكومبونسي هادي، امبوسيبل. مرأة ما كتحبش راجلها وكيشري لها الدب، هي بغاتو غير يشدها في يديها، بغاتو غير يدير يديها عليها ويقول لها كلمة طيبة، هو ما تيشدهاش في يديها ما تيقولش كلمة طيبة كيشري لها الدب، ما عمرها غتلبسها الدب أصلا، غيولي الدب كيذكرها بالجافة ديالو. أما واحد كيشري أشياء بسيطة وكيدمرتو كيتكلم، كيدمرتو ماشي كيدمر، كيضم من الضم أيها السفيه الراس المشعوط، نهار عاف ودنك المتخوبة تتسمع الله يشافيك. داوي عمل حيط، داوي ما حد، راني غابكك. إذا شتي هنا لا، ماشي الكم اللي مهم. تجلس 24 ساعة بلا معنى، وتجلس ساعتين بالمعنى، مولات ساعتين تربح قدام، حيت راه جالسة وحدة عندها 24 في الدار، وغتضرب، هتسب، هتنقر، ها غضبانة، ها قنطانة، شتي هادي غدمر ولادها. راه ماشي الكمية. تيقولوا أهل المعرفة، راه ماشي اللي باللي سبقوا باللي صدقوا. ماشي اللي سبقك في العمر ولا اللي عنده تجربه عليك راه هو اللي صالح، باللي صدق امام المسؤوليه ديالو. الزواج عنوان المحبه، الانجاب عنوان المحبه، التربيه عنوانها المحبه. امراه غايبه بحكم خدمتها، جاء الرئيس ديالها غيرقيها، قال لها غنعطيك المنصب في الفلاني، غيزيدها بعد، وغيزيدها انها تبعد على ولادها، وغيزيدها انها ما تكونش، وغيزيدها مسؤوليه خصها تقول له لا. تقول يا سيدي انا هذه المسؤوليه انا فيها، الله يجزيكم بخير ما تزيدنيش، لان عندي مسؤوليه وليدات، ملي كبروا ولادي ويتقواو ونكون في واحد المستوى وصلت الامانه لبلاصتها، يمكن لا سيدي ديك الساعه نجي نطلبك ونجي لالا نطلبك وتزيدني. احنا لا، احنا هادي على حساب هادي، هادي ضد هادي. شكون هو اللي غادي يفلح في خدمته ومع زوجته ومع زوجها ومع الولاد؟ اللي تيقدر يقول لا، واللي قانع، واللي تيخاف يظلم، خاف يظلم على انك تمشي تخدم في واحد البلاصه وعندك جوج ولاد باقيين صغار، وعندك واحد المربيه ما حليناش فيهم ولا ما كايناش كاع، وعاطيهم لجداهم ما كيجيوش حتى للسبت، وانت في الدار البيضاء ولا انت في المحمديه ولا انت في مراكش نص المدينه، شنو هي الحلاوه تفيق الصباح تفطر مع ولادك؟ تصبح عليهم، تتشوف ولادك تاخذ خبرهم كل يوم، تيخبروك هما في الفياق كي دايره حالتهم ديال هذاك النهار، تيعطيوك حالتهم في وجههم هذاك الصباح. اشنو دورك انت؟ فاق ولدك منشرح، طاقه كاينه كتمشي مطمئن، فاق ولدك مكرفص مزير كتبعو هذاك الصباح، راك تخبرتي في وجهه. مع الغدا كتجي تغدى معاه، ولا كتعيط للمارين دار كتقول لها ردي البال للدري ولا البنت، راه الصباح بان لي فايق ما هوش، كي داير مع 12؟ دوزي ليه في التليفون، الو بنتي كي دايره؟ شتي هذا التتبع هو اللي تيعطي التربيه. اما اللي ما دارش التتبع بشاعات التربيه، واش كيجيك واحد النهار المفاجاه. مرحبا. اذا مستمعنا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00 60 61 62. رجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال برنامج بكل وضوح، وغادي نمشيو مباشرة لاستقبال مكالماتكم الهاتفية وناخذ أول مكالمة معنا. معنا سارة من مراكش. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. لا سارة، لاباس، مرحبا بك. مبروك عواشرك. علينا وعليك، مرحبا بك، تفضل. بغيت غير نبارك لك العواش. الله يخليك. أها. كنت طلبت منك واحد النمره ديال واحد دونتيس. والله حبيبه مع المشاغل الوقت عاقل، سجلتها عندي والله ما ساليت، نعيط له لان هو المكتب ديالو غارق خدمه، بغيت نطلب منه مع رمضان كل وقت. ايوا طلبت انا ملي غادي نتحصل بها من عنده نصيفتها لك حبيبي، خلي لي الايميل ديالك. شكرا، مرحبا بك. مساكم مبروك. علينا وعليك المرضيه. مرحبا بك. تحياتنا لك ولكل اوفيائنا بمراكش. نواصلوا المكالمات ومعنا السي عبد اللطيف من سلا.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف بخير؟ لاباس بخير سي عبد اللطيف. استاذ شوارك لاباس بخير مرحبا بك. الله يبارك فيك. تفضل اخويا. هذه المقاربه اللي قدمتي اليوم ما شاء الله رائعه. الله يخليك. وهي اللي محتاجين ليها. لا حول. انا اللي تكلمت معك الحلقه اللي قبل من ديال البارح. على اختك. على اختي. قلتها لك. انا المقصود من المكالمه استاذ هو بغيت واحد استشاره وبغيت نصيحه. خير تفضل. فقط نقدمه اذا كان ممكن في اخر ديال المكالمه ديالي. مرحبا تفضل. هو الموضوع شويه طويل لكن غادي نختصر. انا مرحبا مرحبا. الشيء اللي تكلمت عليه اليوم كاين في ذاك الشخص. مثلا هذا الحادث اللي وقع مؤخرا ديال 4 شهور ما 5 شهور ما باش خارج من الدار وقطع عليه مع مصروف فقط كيخلص مثلا الكرا جا مثلا باش يشوف ولاد باش شنو داه جاب طابليت للدري. يعني الاشياء الضروريه انساها والاشياء اللي راه هي ثانويه قام بها. بيناتهم هما بعض الامور. واحد المره كنت تكلمتي على مع من غنوقفوا البيضه في الطاس مع داك الشخص اللي ما تيقولش لك شكرا واخا انت كدير معاه شنو باش دير باش ترضيه. هاد السيد ما عمره ما قال له شكرا. سيدي عبد اللطيف. نعم الا سمحتي يا استاذ. عافاك غير نقول لك واحد الملاحظه قبل ما تكمل. انت كاخوها علاش واخد الامور بجديه في بلاصه اختك؟ باقي معنا عبد اللطيف؟ الو؟ باقي معنا. جاوبني على هذا السؤال، دابا انت كاخوها علاش واخد الجديه هذا الامر في بلاصه اختك؟ علاش؟ واش اختك معك؟ هي دابا كلفتني قالت لي هذا هو السؤال والنصيحه، النصيحه والاستشاره اللي بغيت. ايه ولكن شوف عمو شوف سي عبد اللطيف. نعم. شتي بعض النوبات غيابك في الموضوع راه طرف من الحل. وحضورك في الموضوع راه طرف في المشكل. دابا اختك راه محضراك انت في بالها في الموضوع اللي اصبح طرف في المشكل حضورك. شتي غيابك وخصك ترفض لاختك قول لها شوفي الله يجازيك بخير اختي. انا ما تدخلينيش في مخك طرف من الحل لان غنصبح طرف من المشكل ما غيبقاوش عندها ردود الافعال الطبيعيه غيوليو عندها ردود الافعال بوجهه نظر خوها. غتولي هي كتنوب على خوها وعلى عائلتها ما غتكونش في الحال الزوجة. والراجل راه بحال واحد السبع في واحد الغابة كيبغي يشم غير ريحته. راه السبع في واحد الغابة يشم ريحة السبع اخر كيدور معاه راه كيسعر. راه يبقى غادي كيقلب تيلقاه يفرسو. انا ما يمكنش ليا كراجل دوي معايا مرتي ولقى فيها ريحة خوها. كنعرفوا حنا الرجال الهضرة هاد المرأة وكلام خوها فيها كلام باها فيها كلام مها فيها نعرفوه. شتي لقى كلام طيب ديال امها فيها غنرتاح وما غيعجبنيش الحال بزاف غنرتاح وغادي نقولوا فين كنت يا مرتي مالك مدخله ليا كلام امك. ما غنرضاش ان مرتي تولي ملبوسه. مع ذلك كانت معاقه ذهنيا وما عارفاش كيوريوها. تخيل شي وحده مسكينه هكا ما عارفه داه وقالوا لي نقول لك كنبغيك حمقه. قالت لها ما بنيتي باش تفسركي مع راجلك انت يا مسطيه مفروحه قولي لهم راك يبغيو تقولوا لهم كنبغيك. هي غتجيها تقول لي قالت لي يا ماما نقول لك كنبغيك. اذا مرتي مسطيه كتقول لي اش قالت لي امها. اذا انا بعدا مسطي اللي مزوج على مسطيه. اذا ملي انا مسطي اذا خصني نقبل هذا الشيء لا انا بعقلي. اذا مرتي بعقلها مرتي عندها شخصيه ملي نجي نلقى فيها ريحه خوها مره وحده في العام مره وحده في 5 سنين وتما انا مالي مسكون انا في مندوب مع مرتي يجي تجاوبني بكلام خوها. اذا خوها حاضر معايا انايا. اذا هذا الاخ هذا اش داير هو هنا اش كيدخل راسه هنا اش كيدخل دخلاته هي ما تتفهمش خلاها تدخلو ما تيفهمش. النصيحه لما تنعطيوها اللي قادر يطبقها. اما اللي ما قادرش يطبقها ما كنعطيوهاش لو كنقولو سير جمع القدره واجي سالت عمر. شنو نعطيو النصيحه واحد ما قادرش ما قادش سير تعلم تصبر. المراه اللي ما تعرفش تجيب حب راجلها هاد السيد انتم اللي كتقولوا جاب الطابليت دقتيها انت كراجل ودوقها كامره تقدر دابا سي عبد اللطيف تدوقها كامره
اذا دابا هو جاب طابليت لولدو مقابل مرتو كتشوف الدري، غتقدر تستعمل طيف دقها كاميرا طبيعة الحال ما يقدر. اش دخلك؟ حيت راه اللي غدوقها امراه، امراه غديرها غتقول والله العظيم غضبان عليا وطالع له الدم وجاب لولدو كادو. هذه قرايه المراه، الذوق ديالها عندها هي، ما عندناش حنا، حنا نقدروا نوصلوا لقرايتها. ذوقها راه ما يمكنش، خصني نجيب مرتي ولا نجيب امي ولا نجيب عمتي ولا نجيب شي مره كنتي خفيفه نقول لها ذوقيها، وملي غدوقها نقول لها عمتي كيفاش كتذوقوها انتم العيال، وغتقول لي ولي اش كتعني عندنا. على سيدنا عمر ملي داز مع الفجر وكيسمع امراه كترنح في راجلها وكتقول ربي اش هاد العاده محرومه من الراجل، اش سول من؟ اش سول مرته؟ قال ليها شحال تقدر المراه تصبر على غياب راجلها؟ قالت له يا سيدي هالقدر هالقدر اللي تقدر تصبر. فما له ما تيفهمش، ولكن مشى جابها بذوق المراه، لان اللي عبرت عليها امراه. على سيدنا رسول الله كانت ملي كتجي شي مراه كتطلب منه الفتوى كان كيحضر امنا عائشه، على بوحدو ما يكفيش، على ما يعرفش، ولكن الذوق ديال المراه تجيبو لك مراه، والذوق ديال الراجل يجيبو لك راجل. والفهمه عامه، انا راه تنتكلم على الفهمه، لان راه عندنا حنا ثلاث مستويات في الفكر الاسلامي. عندنا الذكاء المستوى الاول تنشتغلوا به، تنطلعوا للماده الفكريه القرايه، تنطلعوا للسر، والسر خصو يكون مصقول بالذكر، والذكر عنده شروط قلتهم لكم البارح والبارح. اللي ما عندوش شروط الثقله ديال الذكر بلا ما يردد، ما يتثقل له والو، خصو الشروط الاربعه، نعم لا لا نعم، خصهم يتجمعوا بربعه. يتجمعوا كتبدا المثقاله. علاش؟ لان كاين الرجس وكاين الجرس، كاين الهاتف وكاين السر. السر واحد النغمه، واحد الصوت، واحد الصدى، واحد العجب محطوط في القلب. الجرس هو القلب كيغلفوا الرجس، الرجس كيجعل الجرس ما تيرنش. فملي كيجيك الهاتف الرباني، السر عندك تيرن، والرجس اللي مغلف الجرس ما كيخليش الرنة تطلع، ما كتسمعوش. كلنا عندنا هذا الامر، ولكن قليل. حنا كنضلوا نحكوا في سناننا لان كنضحكوا بهم كنبغوا نتصوروا بهم، ولكن واش كنحكنوا قلبنا؟ وريش واحد كيحك قلبه 24 ساعه 24 ساعه، حيت هو خفيف الصدر مسدود علو، كيسحبوا الانسان راه ما كيدخلوش الرجس. وهو الجرس ديالو خصو يتنظف اكثر من سنان. الا تتحك سنانك ثلاثه د النوبات، راه خصك تحك قلبك بالذكر وشروط. وراه قلتهم لكم راه ماشي هو تردد، هذاك راه على المنطوق، لا اله الا الله، لا على المنطوق، رد تدعيه. خصك هو صبير نفسك ولا تطيع. هذا الشطر جوج منا، والجوج الاخرين تكفر بالطاغوت وتؤمن بالله وتستمتك بالعروه الرزق، ثم تجمعوا بربعه كتشوف الطبيعه كدير طراق كتقفل، هذه مقفله وهذه مقفله، الطبيعه مسدوده تعطيك حكمه، كيولي الذكاء ديالك تيتقوى من قرايتك وفهمتك وشغلك. هذه الماده الفكريه، الذكاء بوحدو الذكاء فطره كيعطيها الله. اللي ذكي كيولد ذكي، اللي مجمك تيولد المجمك، هو تيجي مع الطبع مع التومبيرامون. من بعد كتبدا القرايه، يقدر هذاك المجمك اللي ولد المجمك ولده قرا وياخذ ذكاء، وهذاك الذكي اللي ولده ذكي يقدر يتجمك لانه ما قراش، خصو الثقله. ما هو راه كيجي مع التومبيرامون، كيجي فوت، يسميو الامريكان دو جيفت، دوك العطيه دو جيفت، تجي مع التومبيرامون. واش هما العفار داروا التومبيرامون ايني ودرسوه؟ لان كيدوز، لهذا كتلقى الاب قراي كيدوز ولده قراي، تلقى الاب ذكي كيدوز ولده، هذا الطبع. ولكن لما تثقلش، ولو الاب قراي ولا الام قراي راه ولد ذكي وما يتثقلش يولي مكلخ. وتلقى واحد الاب والام ساكن والو غيولدوا دري والو ويتثقل ويولي واعر. تما في الحدود، سي با دي ديتيرمينيزم، سي اون فونداسيون بريمير، واحد الضاله، واحد الساس الاول. واخا يكون عندك عوج راه تبني فوق منه وانت ارشيتكت واعر وتبشعي. اذا بالذكاء كنطلعوا للفكر، الفكر هو القرايه والعلم والمعرفه، هذاك الشيء اللي كاين في العالم كتقراه. كيعطيك واحد لي باز، لي باز دوني، لي باز لي باز لي باز، كتدخل كتكونيكتا بالموتور دو ريشيرش ديالك وتجبد. هذا هو العالم. حنا المسلمين عندنا فوق منه السر،
السر هو اللي كيسترسر ملي كتكون كتقلب على المعنى الحقيقي وسط واحد الحقائق. فين هو السبيل؟ لهذا الله تيقول من جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا، لانهم السبل بزاف بزاف، ماشي واحد. المغاربه تيقول كندوي واحد الله يسدو عليه، هما بزاف. عندك عندك مشكله، راه الحلول غيعطيك ربي ربعه الحلول، خمسه وسته وسبعه وثمانيه وتسعه وعشره، غتولي تختار في الحلول. واللي كيعيش عيشه ضنكه عنده 100 مشكل ما عنده حتى حل واحد. حنا كيكون المؤمن عنده مشكل واحد عنده 100 حل، هذا ماشي عيشه ضنكه، عنده الحلول كيبقى يختار. واللي عيشه ضنكه عنده المال وعنده كل شيء وتتلقى عنده 100 مشكل ما عندوش حل واحد. شنو هو؟ هو ديك السعاده والطمأنينة قلبه. شرى اللي بغى ونكح اللي بغى وسكن في اللي بغى وما مرتاحش، تحشش حتى بغى، شرب الشرب حتى بغى، تدرك حتى بغى ما مرتاحش. كيبقى له ينتحر ولا يتصدق باش يتهنى ما مرتاحش. تجي عندنا حنا الفقراء وتلقانا عندنا جوج ميعنات، عندنا السباغيتي، عندنا شويه ديال السردين، عندنا الحيمه، وعندنا خضيره، وعندنا شويه ديال الديسير، وكاع ما كنكملوا الماكله كتبقى الطابله عامره، ولادنا كينقبوا على جوج دغيمات وتينعسوا كيوليو بخير، وتنعسوا كنوليو بخير، والصرم مصروف تيبقى عندنا شريط هكا ما نعرفوا كاع اش نديروا به. ونعسوا نشخروا فيما حطينا راسنا نشخروا. اذا هنا ولدي عبد اللطيف انتبه، الله يرضي عليك، راك حاشر نفسك واختك، دفعها المسؤوليه. قول لها شوفي اختي الله يرضي عليك، انت يا كابابل، انت تعرفي، عفا اختي ما تبقاش تدخلين تعاودي على مشاكلك. ونصحك ما بين المراه والراجل، نصح اختك الموده، قول لها ما يهمنيش انك تكوني حقانيه وحقاني، بركة ما تقول ظلمني ما ظلمني، بركة ما تبقاو تظلمي ما تظلموا، انا على حق ولا باطل. واش قدرتوا هذيك العشيه تعانقوا؟ قول لاختك واش كتعنقي راجلك؟ واش كتقبليه؟ واش كتعطيه الرغبه انه يجي يعنقك؟ مادام جا لعند ولادو راه تيبغي مرتو. راه عندكم هادي واحد المعكيسه شويه، هادي فيها فيها الرياحيه، هادي مجنونه، هادي مجعوره، باغا الحق، والله لا دركاتو، حيت ما قادرش ديرو في نفسها. مرحبا. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعه والاستماع البرنامج بكل وضوح، ولكم تحيات صابر فندل اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه، ونتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم.